توصلت جريدة أخبار الفجر المغربية بشكايات من طرف مواطنين ومواطنات مغربيات مقيمين بالديار الأوروبية. كتفيد هذه الشكايات بأنهم تعرضوا النصب والاحتيال من أحد شركات النقل الطرقية. هذه الشركة هذه على حسب الأقوال ديال المواطنين أنها ما احترمتش المعايير والقوانين الجاري بها العمل، لدرجة أن الكليماتيزور كانت كتقطر عليهم في الحافلة بالماء، لدرجة أن هذه الحافلة كانت كثيرة الأعطاب وقفات بهم واحد المنطقة قريبة من العاصمة الإسبانية مدريد، ودوزوا واحد الليلة من الرعب، وخصوصا أن هذه الحافلة كانت مليئة بالمواطنات النساء الحوامل والأطفال الصغار. نخليكم مع هذه المقاطع ديال الفيديو باش تعرفوا على هذا الحادث. تنطرحوا السؤال من جريدة أخبار الفجر المغربية عن شكون هو المسؤول على هذه الحالة من الرداءة وهذه الحالة المزرية اللي شناها في هذه الحافلة او في هذه الحافلات اللي تابعة لهذه الشركة. هذا هو التيكيت ديالها، تشوفوها الناس، الناس شي اللي باقي جالس في الكار، شي اللي مرمي هي هاد الدراري صغار، شي Claro, pues no tiene ningún problema.